هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه في غزوة تبوك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هل في ذلك دلالة على خلافة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها مجرد لفضله وتميزه؟ كما عرفتم الجواب في هذا، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في قضية خاصة، وهي استخلافه لعلي لما ذهب إلى تبوك، شبهه باستخلاف موسى لهارون لما ذهب موسى إلى موعد ربه وقال لأخيه هارون: اخلفني في قومي. هذه استخلاف خاص، ما هو بعام. هل خفي على الصحابة رضي الله عنهم هذا يوم يختارون أبا بكر؟ خفي عليهم حديث الرسول؟ لكن هذه قضية خاصة ما هي بعامة. نعم.